تمسك بالمواقف ومراهنات على تشكيل الحكومة، اجتماع حاسم للإطار التنسيقي الاثنين المقبل يتعلق بالمشهد السياسي. ضربة بالعظم، الأنشودة المهدوية سلام فارماندا تحلق فوق العالم وتؤرق الاستكبار العالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. ليس أمام القوى السياسية، وهي أمام أنظار القوى الشعبية، سوى تشكيل حكومة متوازنة قوية ترسم خارطة الطريق مستقر وتحقق الإصلاح الشامل في العراق. هكذا حكومة لابد لها من ضمانات لسلامة النظام الديمقراطي الاتحادي اللي يضمن مصالح الشعب المشتركة، واللي لا تفرط ولا تميز بين أحد وآخر بمختلف الانتماءات الفرعية والعنوانات الثانوية، والمواطنة جامعة في الحقوق والواجبات. طبعا هنا يحتاج توازن وطني يوفر الاستقرار السياسي والاجتماعي، ودون حصول القبول السياسي اللي يؤثر على الاجتماعي وبالعكس، فلا نجاح لحكومة مهما كانت أدواتها. وبذلك التوازن والقبول الشعبي مصدر قوة للحكومة وباب للقبول الاجتماعي والاقتراب من تطلعات الجماهير، وفريقها الحكومي ينطلق برؤى مصدرها الشعب. بحجم نيران الشوق الملتهبة في قلوب العاشقين لإمامهم، يواصل نشيد سلام فارماندا تمدده بنسخته العراقية في مختلف المناطق، وتواصل أصداؤه ترددها في المدن وعلى امتداد مساحة الموالين العاشقين. نشيد سلام فارماندا سرعان ما وصل إلى العراق من نسخته الأصلية. أيام معدودات تحول النشيد إلى فعاليات شعبية ضخمة على شكل تجمعات شارك فيها عشرات الآلاف، انتشرت في مختلف المناطق العراقية وامتدت من البصرة الفيحاء إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وإلى نينوى وتل عفر شمالا. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه الملفات مع ضيوفنا الكرام. تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي عقد اجتماع مهم لحسم تشكيل الحكومة الاثنين المقبل. العتبي قال إن الاجتماع سيصدر عنه سلسلة قرارات مهمة، ووفق توقعاته مبينا أن ثلاثة مرشحين سيطرحون لمنصب رئيس الوزراء، وسيجري التوافق على أحدهم من أجل عرضه على بقية الفرقاء السياسيين. نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد. مرحلة تصعيد جديدة في المواقف بين الأطراف السياسية، فمبادرات زرع أعمدة الالتقاء التي طرحت من الأطراف الشيعية وبقية الأطراف السياسية لم تحقق أي مخرجات سياسية صريحة، فحكومة التوافق التي سعى لها الإطار توقفت عند حائط المزاجات الداخلية والخارجية والمواقف الكردية لمرات كثيرة، ومحاولة الجمع ترتبط بمدى الاستجابة لدعوات مغادرة الانغلاق وتشكيل حكومة توافقية بحسب مقاسات الكتل السياسية. وعلى وقع العلاقة المتوترة بين الأطراف السياسية داخل البيت الواحد، خيم الانغلاق السياسي سلبا على جملة مضامين تتعلق بالتوقيتات الدستورية واستكمال الاستحقاقات السياسية وثقة المواطن بالعملية السياسية. فهذه القطيعة قد طال أمدها، ولا بد من محرك يجمع الأضداد. وأمام زخم المبادرات التي بدت تسقط واحدا تلو الأخرى على صخرة الإصرار السياسي، والتي ضيقت قطعا من قنوات التواصل بين القوى القابضة على المشهد، فالمواقف المتصلبة من بعض الكتل زادت من حدة التحذيرات بالذهاب نحو المجهول في ظل حالة التفكير داخل الصندوق. فيما ينتظر الشعب العراقي بفارغ الصبر
الإسراع بتشكيل الحكومة التي هي من نوع خاص حكومة خدمية، والتأخير في تشكيلها تتحمله جميع الأطراف السياسية، ومن لديه رؤية استراتيجية ومنسجمة إلى حد كبير لكي تقف بوجه التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للاعلام، حياك الله استاذ وائل ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالدكتور طالب محمد كريم الباحث والاكاديمي، حياك الله دكتور طالب. حياك دكتور الله. طالب ابدا مع حضرتك، يعني القوى المنضويه مع الاطار التنسيقي بالاضافه الى الاطار، لحد الان ما رشحوا شخصيات بعينها او لم يرشح الى الاعلام بانه رشحوا شخصيات، شنو السبب اللي حسب وجهة نظرك لحد الآن ما رشحوا ورشحوا صفات ومواصفات لمن سيكلف برئاسة الوزراء؟ شكرا لك سيدي الكريم، مساء الخير عليكم ولضيفك الكريم، كل عام وانتم بخير وأسعد الله أيامكم. يعني هي كانت ثلاث رؤى حقيقة، لحد ربما قبل أيام قليلة جدا هذه الرؤى الثلاث كانت يعني غير واضحة أيهما يمكن أن توفق في هذه المرحلة الصعبة طبعا بالتأكيد. الرؤية الأولى كانت طبعا تتوجه نحو اختيار مرشح واحد فقط ويطرحون اسمه، ولكن هذا يكون عليه اتفاق بالإجماع في سبيل طبعا أنه يحصل على نسبة كبيرة جدا تعضد، هذه النسبة تعضد عمل حكومة جديدة وتعضد حتى في مجلس النواب العراقي من خلال اقتراح القوانين. بالتالي الرؤية الثانية كانت ترغب التوجه إلى تصويت، يعني ربما يقدم أكثر من اسم، يعني فعلا كانت أكو أسماء هناك من يرى أو ترى نفسها أنه يمكن لها أن تقود حكومة في الوقت الراهن، وبالتالي نعم. هذه يمكن ربما تعطي مساحة أوسع لممارسة الديمقراطية حتى داخل الكتل السياسية المنضوية في الإطار السياسي. وربما الرؤية الثالثة تعتقد أنه إذا لم يعني يكون هناك توافق في هذين الرأيين يمكن التوجه إلى طرح اسم مستقل من خلال المستقلين، وبالتالي وفق طبعا بالتأكيد وفق المعايير والنقاط اللي يطرحوها، وبالتالي يمكن أن يخرج. لكن أعتقد حتى قبل ربما أيام قليلة كانت رؤية قريبة جدا إلى طرح أحد الأسماء من خلال التوافق في الإطار السياسي، وبالتالي يطرح هذا الاسم تزامنا مع اختيار السيد رئيس الجمهورية. لكن هنا أيضا دخلنا إلى إشكال جديد أو إشكالية أخرى، أنه هناك مشكلة ما بين الحزبين الكرديين، لحد هذه اللحظة لم يتوافقا على اختيار اسم من الأسماء المطروحة بينهما، وهذا بالتالي مما ربما يدعو الإطار السياسي يعني المتحالفة مع الاتحاد الوطني أنه يطرحون الاختيار من خلال مجلس النواب، يعني مجلس النواب من يستطيع أو يمتلك القدرة أو يرغب بذلك يطرح اسمه، وبالتالي يمكن أن يكون التصويت. ورغم هذا الطرح اللي هو قريب إلى الواقع، لكن أعتقد هذا أيضا صعب،
لأن لا أعرف كيف أقرأ المستقبل. أولا ربما يخسر حليف كردي داخل الإطار، وما هو موقف الحزب الديمقراطي في حال فشل في هذا الموضوع؟ يترتب عليه أمور أخرى. نعم أعتقد ما بين الحزبين هناك نقاط وهناك مناصب يمكن أن يكون التنازل عنها داخل الإقليم وخارج الإقليم، لكن أنا أتكلم اليوم عن حكومة في بغداد. بالنسبة أيضا إلى القوى السنية، القوى السنية هي تنتظر وتترقب، وأعتقد لحد اللحظة حدثت مشكلة، وبالتالي الأيام القادمة أعتقد أنه ستطرح هذه الأسماء أو يطرح مثلا اسم يأخذ أكبر قدرا ممكن من خلال التوافق في الأيام السياسي. القادمة. طيب نعم. أستاذ وائل جيت الحاب بحضرتك في الأيام القادمة شو وقت؟ يعني هسه اليوم عندنا تصريح من أحد النواب سيد العتبي يصرح بأنه يوم الاثنين راح يكون اجتماع الإطار التنسيقي. ايضا بعض المصادر الاعلاميه ذكرت بانه راح يتم طرح ثلاثه اسماء ومن ثم يكون انتخاب او تصويت على هذه الاسماء داخل اطار التنسيق والمتحالفين معه. شكل واليه اختيار مرشح لرئيس الوزراء وتكليفه شلون راح تكون وشو وقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي استاذ احمد ولله حياكم الله. ضيفك الكريم دكتور طالب ومشاهديكم الكرام وكل عام وانتم بخير. حياكم. أتصور أنه حساسية المرحلة أستاذ أحمد هي التي كانت سبباً ربما في اختيار شخص رئيس الوزراء القادم للمرحلة القادمة، لأنه كما يعلم الجميع أنه الإطار التنسيقي الآن يعتقد بأنه كل الأمور ستقع على كاهله، سواء كان نجاح الحكومة أو فشلها لا سمح الله، فبالتالي يجب أن يكون الاختيار دقيق جدا. كانت بعض الآراء تطرح داخل الإطار على أن احتمالية أن يكون رئيس الوزراء هو من الخط الأول من القياديين، بعض الآراء قالت لا نتحول إلى الخط الثاني حتى تمضي الأمور بشكل أكثر سلاسة وأكثر مقبولية. وكما يعلم الجميع أنه المرحلة القادمة لربما تحظى يجب أن يكون رئيس الوزراء يحظى بموافقة محلية إقليمية دولية، لذلك المواصفات التي وضعت هي التي ستكون المعيار الحقيقي من خلال الآلية التي أيضا وضعها الإطار لاختيار رئيس الوزراء. هسه واحدة من هذه الآليات هو عملية انتخاب بحضور الهيئة العامة جميعا لكل نواب الشيعة، والأسماء تطرح وبالنتيجة النهائية الكل رأي آخر يقول لا أنه القضية قضية توافقية الأمر يعود لقادة الإطار، هم الذين يختارون رئيس الوزراء القادم لهذه المرحلة. أعتقد الأيام القليلة القادمة لربما لا تتعدى الأربعة أيام أو الخمسة أيام سيتم الإعلان والكشف عن اسم رئيس الوزراء القادم بتوافق قادة الإطار، وحسب معلوماتي حتى بتوافق الأطراف الأخرى السياسية، سواء كانت المشتركة في العملية السياسية التي تدخل للحكومة والأطراف التي خرجت من العملية السياسية، وهنا أعني التيار الصدري المنسحب من العملية السياسية أو من البرلمان. وهذه رؤية لا بأس بها. طبعا بالمناسبة أستاذ أحمد، الرئاسات الثلاثة عندما نتحدث عنها نتحدث عن عرف سياسي وليس عن دستور. العرف السياسي هو الذي وزع رئاسة الجمهورية إلى الكرد وإلى السنة البرلمان وإلى الشيعة. اليوم ما نتحدث فقط عن انسحاب التيار الصدري، أيضا السيد هادي العامري لن يشترك في تشكيل الحكومة. أتصور أنه هذا مصدر قوة إلى الإطار. أنا أقول لك شلون، على أساس أنه الإطار هو المعني باختيار رئيس الوزراء، فبالتالي حتى لا يعتبر أنه هو يسيطر على كل إدارة الدولة وأن كل مجموعته هو مشتركة في هذه الحكومة، سيذهب لربما إلى المعارضة أو لربما لا يشترك في الحكومة فقط ويبقى بعيد عن المعارضة. وكذلك أيضا حتى تيار الحكمة لربما أيضا أعلن بأنه لن يشترك في هذه الحكومة. وجود طرفين من الإطار كمعارضة بعيدين عن الوجود في تشكيل الحكومة القادمة يعطيها قوة، عندما تستطيع هذه الأطراف أن ترى خللاً معيناً يصدر من رئيس الوزراء تستطيع أن تكون
واحدة من الأدوات الحقيقية التي تطمئن الطرف الآخر بأنني لست مستأثرا في السلطة ولا أرغب فقط أن أكون طرف مستفيد بل أكون أنا في المعارضة رغم أحقيتي باختيار هذه الحكومة ككتلة أكبر. دكتور طالب، العرف السياسي لما تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي، اليوم نلاحظ بأنه موقف تيار الحكمة ثابت منذ البداية أنه لا يشترك في الحكومة، وبالتالي تعويض النواب كتلة حقوق أيضا امتنعت عن الصعود إلى البرلمان وتعويض المقاعد ناتج عن انسحاب التيار الصدري. السيد هادي العامري أيضا لا يشترك في تشكيل الحكومة، الكتلة الصدرية منسحبة من تحت قبة البرلمان ومن تشكيل الحكومة. بالتالي نتحدث عن الإطار التنسيقي وما بقي منه وتشكيلة حكومة جديدة توصف بحكومة الخدمات. كيف سيتمكن الإطار التنسيقي من المضي وسط هكذا؟ تعتبرها تحديات أم تعتبرها عوامل قوة كما يراها السيد الركابي؟ لا، أولا طبعا خلي أتكلم بالدستور وترك العرف، لأن هو ما ربما ما حطم كل وضعنا وما رجعنا، هو بسبب هذا العرف اللي بدأ ربما في أول دورة انتخابية، وبالتالي ربما أصبحت أو أصبح مبدأ من مبادئ الدستور وإن لم يكتب. هذه مشكلة كبيرة، وأعتقد ربما حتى الإرهاصات اللي مرت بها الدولة العراقية والشعب العراقي وحتى الأحزاب الكبيرة السياسية التي أسست عملية سياسية هي التي تعاني اليوم من هذا العرف السياسي. يعني كان مخرجنا، يمكن ميزة المخرج لهذه الدورة أنه توجه إلى تعديلات دستورية في سبيل إعطاء مساحة واسعة في تشكيلة الحكومة، وهذا الرأي لا ينفرد، يعني جماعة دون جماعة الكل يتفقون، لكن اختلفوا، قد الاختلاف يكون في التوقيت. هذا أولا. النقطة الثانية، أعتقد اليوم الإطار السياسي الشيعي لا أعتقد وضعه مريح جدا. يعني أنت عندك القوى السنية جاهزة، عندك القوى الكردية خلاف بينهم، ما عندهم خلاف مع القوة في بغداد، بالتالي أنت عندما تشكل الحكومة هناك وزارات وهناك وكالات وهناك مناصب. لا أعتقد اليوم طبعا هناك زهد من يزهد بهذا الموضوع، وبالتالي يريد أن يحقق برنامجه على حتى في سبيل أن يقدم نجاح، هذا النجاح سواء كان للشعب العراقي أو للناخبين اللي انتخبوهم وجو بهم إلى سدة مجلس النواب. لكن مع عقد المشهد السياسي تعقيدته هو انسحاب الكتلة الصدرية، ما ممكن تخيل أن العملية السياسية تسير بغياب ضلع مهم جدا وركن أساسي من الدولة العراقية والمجتمع العراقي والتيار. لكن التيار أعطى فسحة ربما تنقري قراءتين. مرة أنه ما إذا أنتم تريدون أنه بالتوافق السياسي، باعتبار أنه رؤية التيار الأغلبية السياسية، لنرى كيف سينجح التوافق. بالتالي هذا التحدي السياسي، يعني هذا التحدي أعتقد هي من مهمة السياسيين العراقيين، سياسي الإطار السياسي، هل يثبتون العكس أم يثبتون الآخر. النقطة الثانية أيضا هي إعطاء فسحة أخرى حتى للمجتمع العراقي. ربما هناك تساؤلات كثيرة وهناك من حاول أن يرمي الكرة في ملعب آخر، انتظروا ولكلنا ننتظر ونرى ما هو فعل الحكومة، برنامج الحكومة، المشروع السياسي الداخلي الخارجي، العلاقات الدولية، الاستفادة من هذه الأزمات، مواجهتها، كل هذه طبعا ملف كبير جدا. شنو النقاط اللي تتوقع دكتور أنه راح تكون ضمن برنامج الحكومة؟ السؤال لحضرتك إذا تسمح لي. أعتقد أنه المشكلة أنه 9 أشهر فقدنا من الزمن. 9 أشهر نحن في جدالات، ولازلنا لحد الآن نترقب أسماء تطرح في سبيل أن تتسنم بعد موافقة طبعا مجلس النواب. يعني إحنا عندنا هذه السنة راحت، طارت، انتهت، وبعد ذلك إيش قد عندنا إحنا من التحديات؟ إيش قد عندنا ملفات؟ يعني عندنا ملفات الخدمات، ولذلك اليوم تطلقون على الحكومة الخدمات. طيب نعم، عندنا ملفات الطاقة، عندنا ملف في المياه الخطير جدا. هذه كلها ضمن المنهاج، يعني هاي النقاط تتحدث عن حضرتك ذني من أولويات سلم الحكومة حتى يكون ضمن المنهاج الوزاري برأيك؟ ما أدري السؤال، ما سمعت. لا، أولويات الحكومة أو المنهاج الوزاري للحكومة راح يتضمن هذا اللي تتفضل به؟ لا، ملف الطاقة والمياه وغيرها. العبرة ليس في التضمين، ما دستورنا من دستورنا كلش راقي وجميل. العبرة في التطبيقات. العبرة من يقف عائقا أمام تحقيق
هذا المنجز. يعني عندنا اليوم أصبح فسحة معينة مؤهلة للنجاح، لكن هل هناك إرادة سياسية؟ هل هناك طبعا أولوية أنه نترك جوانب أخرى ونهتم إلى جوانب توفير الطاقة، المياه؟ قلتي في 2025 راح يصير تحصيل حاصل. اليوم هسه احنا نقول اكو تفاهمات، على الرغم من انه قلة هذه الدفعات المائية للعراق ونعاني ولا زلنا نعاني وقد يستمر المعاناة، لكن كم سيتحقق من هذا البرنامج؟ هذا طبعا تبقى على انه توافق داخل كتلة الإطار، من يقدم طبعا المرشح الكتلة الأكثر عددا، من يدعم هذا المرشح من او حينما يتسنى من خلال مجلس النواب، بلا إثارات مشاكل أخرى جانبية قد تثير هنا او يثار هناك، وبالتالي يمكن لهذه الحكومة ان تقدم شيئا ملموسا يشعر به المواطن العراقي اذا ما اراد فعل ذلك من حيث الواقع، من حيث الميدان. لكن اذا ما بقينا انه نتجادل في هذه الإشكاليات وفي هذه الخلافات، وهذا الوقت طبعا زمن محسوب علينا في الساعة ومحسوب علينا في الدقيقة، أعتقد ربما نتأخر. هذه جانب. وجانب الآخر، ليس من الصحيح أنه دائما نحن أمام إنتاج توليف حكومة، سيكون شكل الحكومة تتحمل مسؤولية، نضع العوائق منذ اللحظة الأولى، نضع عراقيل معينة، نرهب الشارع، نخيف على ماذا؟ هو حكومة عراقية ستأتي، إن أصابت فلها، وان اخفقت فهناك جمهور، اكو صناديق اقتراع، هو من سيقيم من ينجح هذا ومن ربما سيسقط ذاك. نعم. طيب الكره بملعب من استاذ وائل الركابي؟ يعني هل ستتجه كواليس القوى السياسيه مع اقتراب عقد جلسه البرلمان لاكمال الاستحقاقات الدستوريه، انه عطله العيد خلصت والفصل التشريعي ايضا خلاص وراح نرجع لجلسات البرلمان، باي ساحه راح نشوف الكره؟ والله بصراحة الكرة الآن في ملعب الإطار التنسيقي في رأيي الشخصي، لابد على الإطار أن يسرع ويشارك. بس مو الإطار، أكو كتل مكونة لإطار ومكونة رئيسية، لكنه أيضا انسحبت هسه. يعني لا ما انسحبت، يعني أو ما معنية بتشكيل الحكومة، ما يخالف، ما معنية بتشكيل الحكومة، لكن معنية بطرح الآراء ومعنية بالتوافق ومعنية بدعم تشكيل الحكومة القادمة ومعنية بالتصويت عليها. هذه كلها أمور معني بها الإطار، سواء كان مشتركا من جزء من انسحب أو لم يشترك. هذه القضية الآن متوقفة على الإطار. الإطار عليه أن يسابق الزمن، لأنه اليوم الخطوة التي اتخذها التيار الصدري بالانسحاب استاذ احمد، يعني هي وكانه تعطي حاله الموفقيه او الافضليه الى التيار الصدري. ان استطاع الاطار ان يشكل حكومه ونجحت هذه الحكومه بتنفيذ برنامجها بشكل حقيقي وما ينسجم مع مطالب التيار الصدري وسماحه السيد مقتدى، حينها الشارع سيؤشر أنه الإيثار والتضحية بهذا الانسحاب هي التي جعلت الإطار أن يتحرك بتشكيل هذه الحكومة. وإن فشلت لا سمح الله، أيضا الشارع سيعيد التيار الصدري مرة أخرى لتنفيذ مشروعه السياسي. اليوم على الإطار أن يسابق الزمن وأن يتحرك باختيار شخصية حقيقية. البرنامج الحكومي يجب أن يكون بنقاط لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، مو يجيني بـ30 ورقة بها 700 نقطة ما يهم المواطن بها، لا، اليوم يجب أن تجيني ببرنامج حقيقي. هاي الدول الأوروبية كلها تأتي بنقطتين أو ثلاثة تعمل عليها، علما أنها متمتعة ومكتملة في كل بناها التحتية وبناها متبنياتها الأخرى وبنائها الآخر. فاليوم أنت لازم تجيني في برنامج حقيقي، برنامج فيه جنبة استراتيجية من الممكن أن تتحقق خلال سنوات، وهناك أشياء يجب أن تتحقق أو يلمسها المواطن على الأقل خلال 6 أشهر أو 10 أشهر أو بالسنة الأولى. فلذلك يجب أن يكثف حواراته مع الأخوة الكرد بالنسبة إلى الديمقراطي، لأنه نعم أتفق مع دكتور طالب، الأخوة السنة جاهزين. طيب. رئيس البرلمان مالتهم منتخب وجاهز من الجلسة الأولى، ما عندهم أي مشكلة سوى الاستحقاقات الانتخابية، وهذا أمر يعني طبيعي. لكن على الإطار أن يفرض بعض القضايا على الكتل السياسية الأخرى. يعني اليوم إحنا
لابد أن نبتعد عن الإملاءات على رئيس الوزراء. يعني رئيس الوزراء القادم نعم أكو حصص للأخوة الكرد، أكو حصص للشيعة، وأكو حصص للسنة، يجب أن لا تفرض. يعني أن أجي أنا الديمقراطية إلي وزارتين أقول له فلان، لا، يجب أن تكون الخيارات لرئيس الوزراء حتى أن يتم الاختيار بشكل صحيح. أما عن الكرة فقط بملعب الإطار، نعم هي بملعب الإطار لابد أن يسرع بالإعلان، لأنه اليوم كل الظروف مؤيئة إلى تقريبا حتى اكتمال النصاب 220 في الجلسة الأولى تقريبا جاهز، لأن حتى ولو أراد أن يمتنع الديمقراطي والسيادة بعد انسحاب أبو مازن من عندهم، طيب 90 واحد راح يكون أقل. خلص لك أستاذ وائل على ضبط قواعد اللعبة السياسية. يعني احنا نشوف أكو حرب إعلامية تشن، تسريبات تنفى من قبل السيد المالكي وتسفه من قبل السيد الصدر في آخر تغريدة لا يعتني بهذه التسريبات، بالتالي نشوف أنه أكو إجماع حول وحدة وطنية أو مصلحة وطنية، مصلحة المواطن تقدم في هكذا حالة. يعني إحنا هذه التسريبات لحد قبل قليل أطلقت تسريبة ثالثة، خلينا نقول. يعني حقيقة أنا ما راح أتحدث عن مضمون التشريب وعن التشريب، إنما أتحدث عن السبب الذي أدى إلى التشريب أو الوقت الذي تم فيه هذا التشريب. بالتأكيد أنه هذا عامل خارجي، يعني حتى أكون دقيق، أنه التيار الصدري بريء من عنده، وربما حتى أطراف من الإطار بريئين من عنده. الطرف الخارجي الذي لا يرغب بتشكيل حكومة حقيقية قوية بسرعة تستطيع أن تنسجم وتتلائم مع المرحلة، بعض الأمور السياسية قد تستفيد من عدها حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تنوي الذهاب، ينوي ذهاب السيد رئيس الوزراء إلى السعودية والحضور مع هذه الشخصيات التي فيها إشكال، يعني أو بعض المواضيع التي فيها إشكاليات كثيرة. أتصور أنه هذا يعني التوقيت جاء لخلط الأوراق، جاء لخلط فتنة جديدة قد تكون عائق. بس يعني حسب ما يعتقد السياسية أو الزعماء السياسيين أبداً لن يتأثر. وأصلاً في رأيي أنه هكذا موضوع يعني يفترض أن لا يأخذ أكثر من مدى يعني فقط نشر خبر طبيعي. في سؤال أخير يعني أنه سألتك عنه، تتفضل البقاء معي لسواء الركابي، وتقدم بشكر جزيل لحضرتك الدكتور طالب محمد كريم الباحث والأكاديمي، أثريت الحوار في هذا الملف. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. ضربة بالعظمة لأنسودة المهدوية سلام فارماندا، سلام أيها القائد تحلق فوق العالم وتؤرق الاستكبار العالمي. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام. حياك الله أستاذ وائل ضيفا كريما. وينضم معي في الاستوديو الأستاذ أحمد تقي الساعدي الصحفي المدون، أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ مع حضرتك أستاذ وائل، يعني السر المكنون في هذه الأنشودة لربما حتى ما كلفت يعني بفلوسنا العراقية 100,000 دينار، لكنه أحدثت فضجة إعلامية وضجة جماهيرية وشعبية و أوساط عربية وإسلامية بدأت تتحدث وتسجل هذه الأنشودة اللي أحدثت أيضا ثورة ثقافية عالمية إن صح التعبير، وباتت تؤرق بالمقابل عيون أعداء الاستعمار العالمي الكبير. كيف تنظر إلى هذه الأنشودة؟ يعني حقيقة قبل الجواب أحيي ضيفك الكريم أستاذ أحمد في المشاركة في هذه. أتصور أستاذ أحمد يعني المشكلة، يعني لأنه النشيد عقائدي، لأنه النشيد ينبثق من نفس الفكرة التي أطاحت بها تلك المجاميع وتلك الدول وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية في إيران كثير من المخططات الأجنبية الخارجية الغربية. فما بالك إذا كان هذا التسلح العقائدي يكون من خلال ثقافة، نشر ثقافة ووعي المجتمع وهذه الأشبال وهذه وهؤلاء الشباب في هذه الأعمار، وهم يتعلمون معنى الانتظار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف يتربى هذا الجيل وفق هذه العقائد. لكن أنا المشكلة عندي
مو بإثارة العالم الغربي حول هذا الموضوع، لأن هذا صراع لربما ممتد حتى قيام الساعة، وسبب ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه هو أمام هذه المجاميع التي تملأ الأرض يعني ظلما وجورا. المشكلة لا، المشكلة عندي على الأصوات اللي بالداخل العراقي، والمشكلة عندي من الأصوات التي هي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية وأنها مسلمة. ما الذي يضيركم في هكذا نشيد وألسنتكم تكمم وتقطع أمام العري والفجور في مهرجانات العري والفجور وأمام الأعلام للمثلية؟ شو ما نسمع لكم صوت يقول والله مجتمعنا وشبابنا راح يخربون من وراء هذه النماذج، لكن نشيد عقائدي يربي جيل يحترم الوطن، يحترم الإنسان، يحترم الدين، يحترم كل المفاهيم، أسمع أصوات وأصوات نشاز يعني حقيقة مخززة لما يوصل الأمر على أنه الوطن استبيح، يعني كأنه يعني شلون داعش؟ لا، خلف الله على داعش، يعني خطورة داعش مو مثل استباحة هذا النشيد إلى الأرض العراقية. هذه المشكلة التي يفترض أن حقيقة أن تكون أمامها ردة فعل رسمية، لأنه إذا كان العمل من الناحية الديمقراطية فيفترض أنه أن هذا مثل ما ذاك يروح للمهرجان يحضر مهرجان أليسة وكل الطرب. طيب هذول مجموعة مثل ما عندي قوميات ومذاهب وأديان أخرى تذهب لأداء الكنيسة وأناشيد ترددها بالسريانية ولربما حتى بغير العربية وبكل من يأخذ حقه، وهذا حق العراقيين في الزمن الديمقراطي. أنت بيش تجيني بس على نشيد الإمام المهدي؟ إذن القضية قضية هي حرب معنية فيها النيل من هذه العقائد، لأنه منو هذول أصحاب هاي العقيدة؟ طيب الذين أنتجوا الفتوى، فتوى الجهاد، والذين قاتلوا الصهاينة، والذين قاتلوا الدواعش. إذن لما يوصفها سيد ركابي صديق وزميل الأستاذ أحمد، يوصفها سيد ركابي أنها حرب، وبالفعل هي حرب ناعمة اللي شنت لسنوات، جاءت لمحو القيم والمفاهيم الإسلامية الأصيلة، كانت أكثر ضراوة لربما من حرب الدبابات وحرب داعش والسلاح. وأنت كصديق وزميل في المهنة أيضا كان لك باع طويل في الإعلام الحربي، بالتالي هل تتفق مع أن الحرب الناعمة قد شنت تجاه يعني هذا النشيد المهدوي؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، والثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك لكل مشاهدينكم الأكارم أستاذ أحمد ولأستاذنا الكبير أستاذ وائل، والتحية لكل من يشاهدنا الآن. بالتأكيد يعني أنا ما أقدر أضيف على كلام الأستاذ، لكن اليوم الهجمة كبيرة جدا والحرب الإعلامية كبيرة جدا منذ ترأس أو ولاية أمير المؤمنين إلى هذه الساعة، أمية وبن العباس وغيرهم من الإعلام الأصفر إلى يومنا هذا يحارب الخط الشيعي ويحارب أولاد أمير المؤمنين عليه السلام بشتى وأنواع حقيقة ما نصفه من الحروب المنتهية. يعني بالتالي انشودة اليوم طرحت لصغار السن وكما رأيتموها والجميع شاهدها، انشودة تخاطب صاحب العصر والزمان وتريد أن تعجل بفرج صاحب العصر والزمان وتبعث السلام والاطمئنينة لكل محبين وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام. هزتكم هذه الإنشودة، بالتالي احنا نتحدث كما تحدث الأستاذ وائل حول من الداخل الإعلاميين وغيرهم والناشطين أو ما يسمون بالناشطين والإعلاميين، وهم بعيدين كل البعد عن الرسالة الإعلامية السامية التي يتحدثون بها. اليوم احنا نشوف يتحدثون حول هجمة كبيرة وما شابه ذلك، وصدعتم رؤوسنا بهذه الأقاويل والأحاديث. تعالوا معي، تعالوا معي قليلا لنرى كلمات تلك الإنشودة تتحدث عن علي ابن مهزيار، هو الذي شاهد الإمام صاحب العصر والزمان يتمنون أن يصبحون مثل علي ابن مهزيار، يتمنون أن يصبحون
من الذين شاهدوا صاحب العصر والزمان، هذه انشودة غثتكم وبدأ الإعلام يتحدث ما لا يتحدثه العدو لعدوه، وأنتم أغلبكم الإعلاميين أغلبكم شيعة وتسكنون في المناطق الشيعية وتتحدثون وتذهبون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام وتعجلون الفرج، والآن تتحدثون عن إنشودة لصاحب العصر والزمان. يعني ما نعرف أستاذ أحمد، يعني المجتمع إلى أين ذاهب؟ لا المثقف ولا السياسي، مع جل احترامي للسامع وجل احترامي لبعض المثقفين وبعض الإعلاميين والسياسيين، لا المثقف ولا السياسي ولا الإعلامي قاعد ينظر بمنظار واحد، منظار أنه أنا اليوم أشوف أنه القضية اليوم من توصل إلى خط التشيع، إلى خط أمير المؤمنين، إلى خط صاحب الزمان، لا أخذ ستوب، أكون أنا داعم إلها، أكون أنا صاحب الرأي بيها. طيب اسمح لي أستاذ أحمد، أستاذ وائل، لما هسه إذا كانت اللغة الفارسية تستفز البعض فترجمت هذه الأنشودة إلى اللغة العربية وبكلمات أنيقة ولطيفة ومحببة إلى القلب، وإذا كانت الطفولة هو هذا الغرس الثقافي في هذه الأجيال حسب تنشئتها وحسب بيئتها، ونشوف أنه هذا التفاعل من قبل الأطفال، هذا السهنان اللي راح يقول لك المنظمات الدولية وامتهان الطفولة وأنتوا تغسلون أدمغة الأطفال، بالتالي شنو ردك على هكذا تخرصات؟ أخب أنا يعني من الأشخاص الذين لا يؤمن بهذه النظرة القومية، يعني لمجرد لغة نشيد بلغة فارسية يستفز أطراف أخرى، يعني شنو يعني ليش هسه هذا ولا ملايين المسلمين من غير العرب الذين يؤدون فريضة الحج مثلا، يعني ترجمون لبيك اللهم لبيك لو يحشونها بالعربية، هل فيها هذا استهانة واستصغار من شأن هذا المسلم غير العربي؟ لا، فالقضية بالنسبة إنك شيعة قضية عقائدية لن نخجل منها، ولن أستحي أبدا في يوم من الأيام أنني أنتمي إلى هذا المذهب الإمامي الاثنى عشري الذي يؤمن بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. أنا أعجبتني كلمة وجملة قالها أحد علمائنا الأفاضل حقيقة حول هذه الضجة الإعلامية، قال الحمد لله الذي وصل تم إعلان حربهم الآن ضد الإمام المهدي وليس ضد أتباع أهل البيت، لأنه لمن ينزعج ويتألم على قضية مخاطبة فيها للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فبالتالي هو خصيمكم وسيأخذ كل إمكانيته من عندكم. المشكلة اليوم أستاذي العزيز الخشية كلها من أن ينشأ جيل قادم شاب واعي، امرأة، بنية، شاب، شباب، نساء، رجال، هذول بعد 10 سنين لما تتعلم هذه الثقافة بالتماسك والترابط مع متبنياتنا العقائدية بشكل حقيقي بالتأكيد ستكون حاجز أمام مخططاتهم التي لا تقف، لن تتوقف حتى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا حركتهم الآن وهذا تطورهم التكنولوجي وهذه خشيتهم، لا تتصورها من أجل فقط هيمنة على العالم، وإلا أمريكا تطبع الدولارات عندها طبع بدون مقابل وبدون أي شيء وتستطيع أن تسيطر. هذه كلها اللي يعملوها حتى يقفوا أمام الإرادة الإلهية التي نحن نعتقد أنها ستنتصر بالنهاية. نعم. فبالتالي هذا الموقف اللي راح يكون طيب. هو المخزي. خلينا نروح حبي الأستاذ كريم بدر المحلل السياسي ينضم معي عبر سكايب من هولندا، حياك الله أستاذ كريم. يعني التسطيح، التجهيل، المفاهيم غير المرتبطة بالإسلام، هاي كلها ماكو إشكال بيها بالغرس الثقافي، لكنه سلام فرمندا تقوم الدنيا ولا تقعد، ما رأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله، تفضل أستاذ كريم. أهلا بك، الله يخليك. واضح صوتي؟ واضح عندك؟ واضح جدا، تفضل. صوتك شوية ممكن شوية. ما راح أقاطعك، تفضل حتى تتم الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. تحياتي لك وللأخ الضيف مشاهدين الكرام. حياكم الله. يعني هو الموضوع أنا في تقديري به الكثير من المفارقات، يعني هو حالة من الرفض للآخر. هي ليست لها علاقة بموضوعة أطفال أو موضوع نشيد،
لانه الجانب العقائدي هذا ليس يعني شيء يعني فقط عند الشيعه مثلا، هو موجود في كل الاديان والطوائف. يعني جاي يتكلم على حاله من العقيده، انسان مؤمن بعقيده فيعبر عنها، وهذه موجوده في الديانه المسيحيه عند اليهود عند كل الاديان الاخرى، هندوس عندهم هذه الموسيقى والاطفال وكذا، يعني هذا هو تعبير عن حاله. وقت هذا الرفض اللي غير يعني مفهوم وغير مبرر جاي يولد في الحاله من الالم تقديري يعني الاصرار عليها، يعني هي دائما انت الانسان يعني عزيز على ما منع. الانسان يعني انت بتصر انه يجب انه تحاصره في مكان ضيق ما فيعبر عن هويته، فانا بتقديري هذا نجاح. ونجاح منقطع لي اللي عمل النشيد وللناس اللي نظموه. الو؟ الو؟ تفضل استاذ كريم نسمعك جيد، تفضل. نعم نعم، فلذلك انا بتقديري هذا النجاح كلش كبير، لانه النجاح هذا الاستفزاز الكبير اللي احدثه في من يعني يكره هاي الفكره، يعني انا اكون صريح معه، لانه وصل بشكل يعني كلش سلس للناس. موجود النشيد الان في لندن، في كل الدول العربية، في لبنان، في العراق، في سوريا، في البحرين، في اليمن، في كل إنسان مؤمن بهذه الفكرة، مؤمن بفكرة الإمام المهدي سلام الله عليه. في لندن الآن، في هولندا جاي يحضرون أن ينتجوا. هذا العمل أنا بتقديري عمل متكامل، عملية رفضه كون أنه أطفال، هذه حجة واهية جداً، يعني خوفا من الاطفال، يعني خوفا على الاطفال، يعني انه يكونوا مؤدلجين على قتل الاطفال. شنو باليمن انت اللي محاصرهم وجاي الطائرات تضرب بيهم الان وتدمرهم وجثثهم مختلطه بالتراب 8 سنوات، انتوا جاي تقاتلون ناس مسالمين يعني تحاصرهم وتجوعهم، ذولا مو اطفال؟ يعني هذا الكلام يعني بتقديري كلش سخيف، يعني ما غير يعني غير مبرر. طيب. والأطفال هم يعبرون عن حالة دينية، شنو الإشكال بها؟ موجودة كل الأديان، أطفال تلقاهم بالهند، بهولندا هنا أطفال يعبرون بالكنيسة، كورال كنسي يتكلمون على الإمام، على السيد المسيح عليه السلام. أنا أشوف هذا الموضوع نجاح كبير، ويعني أشد على أيدي القائمين على كل يعني اللي أنتجوه، اللي عرقوا وتحركوا به بعراقية، يعني هو أساسا النشيد إيراني، وهو يعني عمل فني ممتاز رائع جدا. أنا من أول يوم تعاطفت معه، للشحنة العاطفية اللي بي، للجمال اللي بي، لعذوبة اللحن والكلمات والأداء. طيب. وهذا استخدام الأطفال بهذه الطريقة حالة جمالية ما يراها البدو، يعني نعم. أنا هكذا أقرأها يعني، فبالتالي هذا ليس بدعة فلسطينية. والله استخدام كريم بدو حقق نجاح. طيب أستاذ أحمد، حضرتك مدون ومتخصص بالسوشيال ميديا، شركات التواصل الاجتماعي في حال أنه رأت بأن هذه الأنشودة تخالف معايير مجتمعها، هل تستطيع حذفها وفق الخوارزميات اللي متبعة؟ نعم، أنا أبلغني أحد الإخوان خارج العراق الآن بدأوا على حظر سلام فرمندة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا حلمهم وهذا طموحهم اللي ما يقدرون يوصلوا له نهائيا، لأن ما شاء الله اليوم الصغار والكبار، الرجال النساء، الجميع يهتف بهذا السلام لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلذلك كل شيء يحارب أو يريد أن يفكر بأن يحارب الخط الشيعي نمبر وان، أو يحارب مذهب أهل البيت، سوف يذهب هباء منثورا. تعال شوية خلنا نتحدث عن الأمريكان وقواعدهم ومجنديهم وأذنابهم داخل العراق. طيب. 8 أشهر يعملون جاهداً على قضية المثلية والديسكوات والبرامج المؤدلجة وغيرها ولا ما شابه، خل يجي محرم، خل تجي 40، والله تذهب هباء منثورة، تشوف الشاب وتشوف الكبير وتشوف الإعلام وتشوف حتى قنوات الفتنة ما حد يشاهدها. فلذلك أنا حاب أوصل رسالة للأمريكان
أو أوصل رسالة لإسرائيل وأذنابهم وكل الجوكرية، أقولهم بأنه كل مخططاتكم تذهب هباء منثورا ما دام نفس فينا يصعد وينزل، ما دام نحن على ولاية أمير المؤمنين، ما دام لدينا المقدسات، ما دام في أرضنا اندفن واستشهد الحاج قاسم رضوان الله عليه والحاج أبو مهدي المهندس، فهذا حلم الأمريكان وحلم الطامعين في أرض العراق، وإن شاء الله سيظهر الإمام صاحب العصر والزمان عاجلا إن شاء الله، وسيحقق العدل الإلهي بإذن الله تعالى في أرض العراق، وسيلبي هذا الجيل النداء الكبير. وأنا سأوجه هذه الرسالة من قناتكم الكريمة، وإن شاء الله ستصل الأيام القادمة إن شاء الله برفقة إخواني الأبطال المجاهدين الموجودين الإعلاميين الحقيقيين، إن شاء الله سنعمل على سلام فرمندة داخل بغداد مركزي يشهد له القاصي والداني إن شاء الله. هاي جزء حتى تنتقل إلى المناسبات الرسمية مثل ما إن شاء الله راح نثبتها كل سنة إن شاء الله. سلام فرمندة. إحنا أيضا أشركنا متابعي موقع قناة الأيام الفضائية في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسألناهم هل تعتقد أن أنشودة سلام فرمندة سلام أيها القائد قد أحدثت ثورة ثقافية عالمية في مواجهة الحرب الناعمة التي يقوم بها الغرب؟ 85% قالوا نعم، و 3% قالوا كلا، و 12% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ وائل الركابي عضو مرصد الوطني للإعلام، شكرا جزيلا لحضرتك أثرية الحوار في الملفين، وشكري لحضرتك الأستاذ أحمد تقي الساعد يا الصحفي والمدون، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ كريم بدر المحلل السياسي انضممت معي عبر سكايب من هولندا، وآسف ما قدرت أستثمر وقت ويا حضرتك، يعني كان اتصالنا بحضرتك شوية فاوت الوقت إلى أن زحفنا على وقت البرنامج. أشكرك شكرا جزيلا، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.